شباب بس خلينا نبدا كل شباب راح نلعب لعبة كلاش او كلانس شباب فيلا خلينا نبدا كل شباب راح نشوف اللي ما شايف الكلاش بس الحلقة الرابعة ياب رابعة اوكي شباب لا تنسوا لايك ونضغط الرايك والاشتراك والاعجاب يلا خلينا نبدا مع لعبة اللايك بس مقطع 30 لايك اسرع وقت يعني مو اسرع يعني 30 لايك يتم التحميل يا اخي بس من جد مدة قوة اوكي يلا بسرعة يا اخي بسرعة مو يلا اوكي شباب مهاجم علي من اللي هاجم علي من اللي هاجم علي اللي هاجم علي شلون شنو يلا فيلا ما ادري من هاجم علي يا شباب بس يلا نشوف جمع اوكي شوف من هاجم علي اوكي شباب يلا من هاجم علي ما ادري من هاجم علي بس يلا نشوف يلا اوكي شباب راح نجيب على هاي ما ادري شنو راح نجيب اوكي يلا بس خلينا نهجم على يلا اوكي بس هاي يعني وبعدين نجي بس خلص هاي اوكي جو مره خمسه اوكي شباب يلا راح نشوف اللي راح نشوف منو اللي يهجم عليه يلا خلينا نشوف والله اوكي اول شيء اوكي يلا بسرعه شو اسوي بالله؟ ليش طلع صفر وخش حط اربع نقاط اوكي يلا عادي نحن نرجع لقريتنا بسرعه يلا بسرعه نرجع لقريتنا يلا بسرعه احنا نهجم على واحد اوكي يلا احنا نهجم على واحد فشوف منو اللي يهجم على واحد اوكي هذا ما عليه شيء يلا عادي اوقف لحظه اوكي يلا صار يا اخي اوكي يلا
شايف شيء من هنا بعد. اوه لا ليش قلت النبي؟ اوكي اوكي الله 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 سمعنا يا كلاش. لا تنسوا لايك والاشتراك والاعزاء وتفعيل جرس الاشعارات وبالشباب مع السلامة. يلا باي باي مع السلامة. طفل يمين وخر.